ومشاهدينا للمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية. كريم، في حين تستعد الشاحنات والقافلة السادسة للدخول عبر معبر رفح البري، ما زالت طائرات الإغاثة الدولية التي تصل إلى مطار العريش حتى الآن في محاولة للمزيد من المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة. الموقف لديك الآن كيف تصف؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل بمدينة العريش نرصد على مدار اليوم هذه المساعدات التي تصل إلى مطار العريش. منذ بضع ساعات وصلت طائرة من دولة الكويت الشقيقة محملة بعشرة أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية للأشقاء في فلسطين. هذه الطائرة جاءت ضمن جسر جوي بين الكويت ومصر خلال 5 أيام، بدأت منذ أمس بالفعل ويستمر لمدة 5 أيام. الجسر الجوي هذا يوميا هناك طائرة أو طائرتين من الكويت تصل إلى مطار العريش الدولي، ثم يتسلمها الهلال الأحمر المصري ليتم تخزين هذه المساعدات إما في مخازن الهلال الأحمر المصري أو في أماكن أخرى حددتها محافظة شمال سيناء مثل مطار العريش. لكن هذه الشحنات تدخل إلى قطاع غزة على مدار الأيام السابقة، ولكن بأعداد معينة حسب الاتفاق كان 20 شاحنة في اليوم، ولكن ليست كل الشاحنات تصل إلى قطاع غزة. حتى الآن تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني 74 شاحنة من المساعدات الإنسانية المختلفة من الأغذية والمياه وغيرها من المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية، ولكن ما دخل عبر بوابة معبر رفح المصرية أكثر من 90 شاحنة الآن، غير الشاحنات التي من المفترض أن تدخل اليوم وتستعد بالفعل للدخول. ولكن لا يوجد معلومات حتى الآن لدخول هذه الشاحنات، لأنها تدخل في البداية إلى الممر الفاصل بين معبر رفح المصري والفلسطيني ليتم تفتيشها من قوات الاحتلال، بعد ذلك تدخل لي الجانب الفلسطيني من الناحية الأخرى. لكن يعني هذه المساعدات حتى الآن بالنسبة للمستشفيات غير كافية، خصوصا في ظل هذا التطور الكبير خلال الأيام السابقة من العنف الملحوظ من قوات الاحتلال على الأشقاء في فلسطين. نعم، أسمعك. أشكرك جزيلا كريم بيبرز، كنت معنا على الهواء مباشرة من العريش.